السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، عشاق منتخبنا الوطني الجزائري، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. في هذا الفيديو أحبابنا خواتنا نتكلموا على ياسين عدلي وتصريحاته الأخيرة اللي قبل قليل فقط. كما ندوة الصحفية ندير لكم في هذا الخبر وفي هذه المعلومة اللي عندها علاقة بالمنتخب الوطني الجزائري، ونجيب لكم أنا كل ما يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري وندافع على منتخبنا الوطني الجزائري. تصريحات ياسين عدلي أنا أعتبرها غير بريئة جدا، وهذا استفزاز واضح للنخبة الوطنية وأنصار المنتخب الوطني الجزائري. ياسين عدلي في العموم يعني اقطع الشك باليقين أنه قال أنه هدفي هو منتخب فرنسا، لكن كان يكفي أنك لما يسألوك على قرارك الدولي تقول اخترت فرنسا وخلاص، السلام عليكم، هدفي والمنتخب الفرنسي. لكن لماذا تتكلم وتقول أنا دائما أختار المنتخب الأقوى وأختار المستوى العالي؟ هذا راح التجريح، مع أنه حقيقة صحيح. احنا يعني باش نكونوا صراحة ما نكذبوش على روحتينا، اي لاعب كيحب يخير منتخب راح يشوف يعني مسيره المنتخب. دوك هو واش يقول لك؟ يقول لك المنتخب الجزائري خرجوا في الدور الاول كاس افريقيا، وخرجوا اللي قبلها في كاس امم افريقيا الدور الاول، ما ربحوا حتى مباراه في كاس افريقيا في دورتين، اقصاء امام المنتخب الكاميروني هنا في البليده. ما نجيش نروح نلعب انا مع فرنسا اللي يلعب اليورو والمرشح باش يدير يورو ويلعب لا كوب دي مونت. هذه هي قراءه اللاعب صراحه. لذلك اقول انه المشوار تاع المنتخب الجزائري الحالي هو اللي خلى اللاعبين مزوجي الجنسيه اذا كانوا فريمو حابين يجوا للجزائر ما يجوش الجزائر، لانه يقول لك انا مانيش مهبول، يعني عندي شونس باش نلعب مع منتخب فرنسا بين قوسين في الاحلام. باش تلعب مع منتخب فرنسا في المنصب نتاعك كاين نجوم. موضوعي وقناتي لست منتخب الفرنسي، وإلا ما ندير لكم قائمة على المنتخب فرنسا تعرفوا باللي ياسين عدلي الخيار الرابع في القائمة الموسعة وما يدخلش. لكن دائما عنده ذاك الباسيس من الأمل، علاش سيرموكش ما لقى تطمينات، تلقى يعني تصريحات، لأنه فرنسا واش تحب تدير؟ دائما تخدم بالريزيرف، ماشي باريزومب عندها 23 جوار اللي راح تديهم باريزومب لا كوب دي مود خلاص. هي لا 50 لاعب، ماذا بها 50 لاعب كي تديهم في المستوى العالي، اللي يروح يروح واللي ما يروحش راهو يستنى. تحسبا لأي طارئ، دائما كاين الريزيرف. أدري إذا المعلومة وصلت، يعني حتى إذا عندها واش تدي، لكن لما يكون لاعب عنده احتمالية أنه يلعب لي فرنسا أو الجزائر تضمن للجزائر، تقول لك أونكاو ربما في حالة ما إذا ما. لذلك هذه هي خطة فرنسا. وياسين عدلي هو راح يطيح في فخ سابقيها، يطيح في فخ سابقيه، لأنك ما تلعبش مع منتخب فرنسا، وممكن بعض التصريحات ممكن ديشون يجربك في مباراة ودية، بصح ماهوش مهبول ينحي نجوم المنتخب الفرنسي اللي يلعبوا في البطولات المحترمة وكأساسيين وقطع أساسية، وراح يدخل ياسين عدلي يعني كأساسي. ياسين عدلي بين قوسين في المنتخب الجزائري ممكن يكون هو الخيار الثالث، لأنه لو كان حسام عوار يكون في فورمة عالية وإسماعيل بن ناصر وين يخلوا ياسين عدلي؟ حتى في ميلان اسماعيل بن ناصر افضل من ياسين عدلي، وياسين عدلي لولا الإدارة ميلان عندها باعت اللاعبين وبعض اللاعبين اصابه ما يلعبش ياسين عدلي. لذلك انا هذا الانسان والله ما احترامي ليه، لكن انا اعتبر خياره بغباء. قلنا انه تختار منتخب اللي تحبه راني معاك، لكن اذا درت استنتاج في راسك انك تلعب مع منتخب فرنسا هذه يعني غير فوتها، لانه نجوم فرنسيين بجنسيه فرنسيه واصل فرنسي هم يستناو الدعوه من المنتخب الفرنسي وما جاتهمش، لانه ديشون ممكن في دوره وديه يجيبك، ممكن في مباراه وديه يجيبك، لكن باش يديك الكاس العالم لازم تكون يعني امثال كيليان مبابي وغريزمان وكومان وما شابه ذلك. لذلك يعني باش يكون باش يحط يده ويحط رجليه في مبارد. الان نجو نحلوا علاش ياسين عدلي ما جاش للمنتخب الجزائري. هذه هي الفرصه، لانه يقول لك المنتخب الجزائري خرج من كاس افريقيا، قبل كاس افريقيا وممكن ما يتاهلش لكاس العالم، انا ماذا بيا نلعب كاس العالم. هذا هو التفكير، هذا هو التفكير تاعو. لكن شكون اللي حطنا في هذا الموقف؟ هو الناخب الوطني السابق، لانه الناخب الوطني السابق يعني كانت عنده فرصه انه يقنع هذا اللاعب لما كنا في وضعيه قوه. لكن لما كنا في وضعيه قوه ما تكلمش مع ياسين عدلي، او على الاقل ممكن يتكلم معه هاتفيا، لكن ما ضغطش عليه. وايضا الاتحاديه السابقه ايضا كانت ضعيفه،
لما انت تكون راح تلعب كاس افريقيا ممكن تغريه بكاس افريقيا، لكن الان راك راح تلعب تصفيات، يعني يقول لك ممكن نتاهل وممكن ما نتاهلش، لكن مع منتخب فرنسا يلعب باليورو يلعب كاس العالم مضمونه. هذه ياسين عدلي علاش ما خيرش المنتخب الفرنسي، وبالاضافه انه المنتخب الجزائري احنا اللي طيحنا به صراحه، احنا اللي طيحنا بالمنتخب الجزائري، اقول منتخب الجزائري احنا اللي طيحناه في يعني خليناه في الارض. لذلك نطلب من فلاديمير بيتكوفيتش الناخب الوطني الجديد يطلع شويه من مستوى المنتخب، تقصيني كيفاش وعلاش وعلاش المنتخب طيحنا به، لانه المنتخب الجزائري اصبح بوابه مفتوحه للعاطفه، لانه في العالم في العالم في العالم حتى يعني ممن يعني اقول لا يعرفون كره القدم، لما يشوف انه يوسف عطال ثلاث شهور ما لعبش وكان في المحكمه وقريب دخل السجن ومن بعد تجيبوا يلعب كأساسي في كأس إفريقيا، كيف هذا؟ هذا لا يعقل. لذلك المنتخب ما بقاش ديك الهيبة أصلا. ما معنى كلمة النخبة؟ تسمعوا بها بزاف النخبة، النخبة ما أنت أحسن الرجال في هذاك الاختصاص إن صح التعبير، هذا منتخب. كيف أنت لاعب ما يلعبش، ولاعب سليماني شهر قريب شهر ما لعبش، عطال قريب ثلاث شهور ما لعبش، نبيل بن طالب عاي جمل إصابة، حسام عوار جمل إصابة، اسماعيل بن ناصر جاب الإصابة، كامل في كأس إفريقيا، ثم تصفيات ما كاش بالليلي ستة شهور وبعد جيبوا كأس إفريقيا. على العموم وأنه بالليلي قدم أفضل ما لديه، بالإضافة إلى أمين قويري اللي دا إصابة على قول الاتحادية ونادران دا إصابة. من بعد تيك عندك فرصة أنك زيد تجيب مهاجم آخر لعل وعسى أنه يسجل هدف حتى ولك البطولة المحلية، لكن شوفوا زيد تجيب مصطفى زغبة، يعني قرارات ما عندها حتى معنى. لذلك المنتخب نتاعنا اصبح ما عندوش اهميه، لكن لو كان احنا نعطوا القيمه للمنتخب الوطني الجزائري والله العظيم غير كل منتخبات تريد ان تلعب او كل لاعبين يريدون اللعب معنا، لكن المنتخب يعني من زاويه يجي يلعب واش يقول المنتخب الجزائري؟ رانا نشوفوا لا حسام عوار بزروقي، وزيد يشوف بلي كاين بن ناصر، يشوف بلي كاين عبد اللي، يشوف بلي كاين، يعني يقول لك ما نجيش، لانه المنتخب مازال في نظر ياسين عدلي انه منتخب جمال بالماضي، انه الاماكن محجوزه. يعني عده اسباب تخلي ياسين عدلي ما يخيرش المنتخب الوطني الجزائري. قلنا اول سبب هو الموقع كما احنا نقولوا، وين رانا؟ واش حققنا نتائج؟ حاليا رانا في وضعيه من موقع ضعف. رانا خرجنا من كأس إفريقيا في الدور الأول، ما تأهلناش إلى كأس العالم، يعني عدة أمورات ومشاكل بالإضافة ثاني حاجة يريد اللاعب كأس العالم وكأس أوروبا، وبالإضافة إلى مسيرة المنتخب الوطني الجزائري في السابق، يعني يشوف أن الأماكن محجوزة، لكن لا يدري أنه لدينا يعني مدرب آخر، وبإذن الله راح يحسن في هذه المنظومة بحول الله تعالى. إذن شاركونا برأيكم أنتم في التعليقات، لا نطيل عليكم أكثر من هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.